11 مساء بتوقيت العاصمة. مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعناوين. دار الإفتاء الليبية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك. اقتحام مؤسسة الإصلاح والتأهيل من قبل مجموعات مسلحة وأعضاء لما يعرف بالأعلى للدولة يحملون الرئاسي المقترح مسؤولية ما يحدث في طرابلس. 5 غارات جوية تستهدف مناطق متفرقة في درنة، والسيسي يؤكد أن طائرات تابعة لها هي من نفذت الهجوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا، أعلنت دار الإفتاء الليبية مساء الجمعة في بيان لها عن أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية بشأن دخول رمضان المبارك لعام 1438 هجرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اطلع مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء على التقارير المقدمة إليه من الفريق المكلف برصد الأهلة والمراصد والمناظير الفلكية التابع لدار الإفتاء، وحيث إنه ثبتت رؤية هلال أو رؤية الهلال هذه الليلة داخل البلاد وخارجها في بعض الدول العربية والإسلامية، فقد قرر المجلس أن يوم غد السبت الموافق للسابع والعشرين من الشهر الخامس لعام 2017 هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1438، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30. متفق عليه. وبهذه المناسبة الكريمة يهنئ مجلس البحوث الشعب الليبي الكريم والأمة الإسلامية بقدوم الشهر المبارك، داعين الله تبارك وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يهله علينا وعلى بلاد المسلمين بالأمن والأمان والنصر والتمكين، وأن يتقبل من قتل نصرة للحق وإعلاء لكلمة الله والشرع والدين، أن يتقبله في الشهداء الأبرار، ويعوض أهليهم وأحبتهم وأمهاتهم وزوجاتهم خيرا، وأن يشفي الجرحى ويخفف آلامهم ويغفرنا ويرحمنا وجميع المسلمين، إنه رحيم ودود. كما نسأله تعالى أن يجنب هذه الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع على الحق كلمتها، وأن يولي عليها من يسير فيها على نهج كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي ضالها إلى صراطه المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكد خالد الشريف مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة بطرابلس اقتحام السجن من قبل مجموعة مسلحة، وحمل الشريف المهاجمين مسؤولية أرواح السجناء، وأكد أن القوات التي كانت تحرس المؤسسة انسحبت بعد محاصرته وقصفه بالدبابات، مضيفا أن المؤسسة تتبع وزارة العدل والنائب العام مباشرة، ولا شأن لها بالصراعات التي تشهدها المنطقة. أفاد مدير الهلال الأحمر فرع طرابلس الجمعة لقناة التناصح أن عدد القتلى في الاشتباكات التي حصلت في طرابلس وصل إلى 6 قتلى وما يقارب من 15 جريحا، وفي إحصائية لغرفة عمليات وزارة الصحة فإن عدد القتلى وصل إلى 13 قتيلا و79 جريحا. ومن جهة أخرى أعلن المستشفى الميداني طرابلس عن استقباله 26 قتيلا وأكثر من 65 جريحا.
أكد رئيس لجنة الأزمة بوزارة الصحة منير المعمري تجهيز مستشفى ميداني لإسعاف الحالات المصابة جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة طرابلس. وأضاف المعمري في تصريحات صحفية أنه يتم العمل على توفير كل ما تحتاجه المستشفيات من عناصر طبية وطبية مساعدة. أهابت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس بجميع العائلات المتواجدة بالمناطق التي تشهد اشتباكات بعدم الخروج من منازلهم إلا بعد التواصل مع الجمعية. وبحسب الصفحة الرسمية للهلال، فقد قام عدد من أعضائه بجولة صباح الجمعة داخل المناطق التي تشهد توترا أمنيا، وذلك لتقييم حجم الأزمة وإعداد خطة للمساعدة في التخفيف من وقع الأزمة على المدنيين بحسب تعبيرهم. إلى ذلك، حيث دعت جميع المتطوعين التابعين للهلال بالتواجد والالتحاق بمقر الفرع للقيام بواجباتهم المناطة بهم. حمل المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص العميد محمد الغصري الرئاسي المقترح مسؤولية ما يحدث من اشتباكات بالعاصمة طرابلس. الغصري في تصريح صحفي لها دان ما يقوم به الرئاسي المقترح من سياسات غير مسؤولة، موضحا أن الخطة الأمنية المزعومة للرئاسي لم يخرج منها إلا حملات الاعتقال على الهوية من مدن غريان ومصراتة وغيرها بحسب قوله، مشيرا في حديثه لأن ما يسمى تنظيم الدولة موجود الآن في وادي اللود، وعلى الرئاسي أن ينظر لهذا الملف. بيّن مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر أن الرئاسي المقترح يفتقد إلى الشرعية، كاشفا أن المجتمع الدولي لا يدعم الرئاسي إلا لغياب البديل عنه. كوبلر في تصريح لوكالة الدوتشيفيلي قال إنه لا يمكن أن تصنف ليبيا على أنها دولة فاشلة، معتبرا ألا وجه للمقارنة بينها وبين أي دولة أخرى تشهد توترا أمنيا مشددا في الوقت ذاته. أكد أن ليبيا لم تنزلق بالكامل إلى دوامة الفوضى حسب قوله. حمل عضو ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة سعد بن شراد المجلس الرئاسي المقترح مسؤولية ما تشهد العاصمة طرابلس من اشتباكات مسلحة. شراد في تصريح صحفي له أوضح أن الرئاسي ترك العمل بالعاصمة وتوجه انشغاله إلى السفر والرحلات، موضحا أن الرئاسي قام باحتضان بعض من المجموعات المسلحة ونفر بعضها الآخر، وما تسبب بهذا الاحتقان حسب تعبيره. من جهته أيضا، اعتبر العضو أبو القاسم قصيط أن الموقف السلبي للرئاسي قد ساعد كثيرا في تفاقم الأحداث، مؤكدا فشل الرئاسي المقترح واصفا إياه في الوقت ذاته بالمجلس الأبكم الذي لا يخاطب الليبيين بحسب وصفه. اندلعت اشتباكات مسلحة ليلة الجمعة في العاصمة طرابلس بمناطق أبو سليم وصلاح الدين وحي الزهور، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي صورا تظهر استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات التي لا زالت مستمرة جنوب العاصمة طرابلس، كما تناقلت وسائل إعلام محلية خبر سقوط قتلى وجرحى إثر الاشتباكات الدائرة. اندلع حريق بمقر شركة مليتا للنفط والغاز في العاصمة طرابلس، فيما تداول شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول تعرض مقر الشركة الإيطالية للقصف أثناء الاشتباكات التي شهدتها ضواحي العاصمة. وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل أثر الاشتباكات التي لحقت بسيارات ومنازل ومنشآت عامة في عدد من ضواحي المدينة، ومن بينها مقر شركة مليتا. شنت طائرات يرجح أن تكون أجنبية مساندة لميليشيات ما يعرف بالكرم مساء الجمعة 5 غارات جوية على مناطق متفرقة من مدينة درنة بحسب مصدر عسكري من المدينة. قيادي بمجلس شورى مجاهدي درنة أفاد للتناصح أن الضربتين جويتين استهدفتا المدخل الغربي للمدينة، بينما استهدفت منطقة الفتايح ب3 غارات جوية، موضحا أنها خلفت العديد من الأضرار المادية بالمدينة. هذا وكان عبد الفتاح السيسي قد قال في مؤتمر صحفي أن مصر قد نفذت غارات جوية لضرب مواقع ما أسماهم الإرهابيين خارج مصر، مضيفا أن مصر لن تتردد في تكرار هذا العمل مرة أخرى.
في بنغازي قال مصدر من مجلس شورى ثوار المدينة لقناة التناصح الجمعة إن ميليشيات ما يعرف بالكرامة تستهدف منطقة وسط البلاد بالقذائف العشوائية منذ بداية الصباح. المصدر ذكر أن ميليشيات الكرامة تحشد قواتها لاقتحام المنطقة، مضيفا أن طيران الرصد والتجسس يحلق بشكل مكثف على مواقع سيطرة قوات المجلس. هذا وأكد المصدر أن قوات مجلس شورى ثوار بنغازي تسيطر على كافة تمركزاتها بمنطقة وسط البلاد. وينضم إلي عبر الهاتف مشاهدينا القيادي بمجلس شورى مجاهدي درنا السيد سعد هابيل. سيد هابيل أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أخي فاضل. في البداية سيد هابيل، لو تحدثنا عن القصف الذي تعرضت له مدينة درنا مساء هذا اليوم. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بادئ ببدء أهني أهلنا في ليبيا عامة وأهلنا في مدينة درنا بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والبركات. كما تعلم سيدي الفاضل أن مساء هذا اليوم تعرضت مدينة درنا إلى عدة غارات بطيران مجهول، ولكن كما تبعنا بعض التصريحات الإعلامية أن هذه الطائرات تتبع لدولة مصر، وأن هذه الطائرات استهدفت كما تدعي بعض القنوات المحسوبة على مصر أنها استهدفت مواقع مجلس شورى مجاهدي درنا، وأن هذه المواقع كما يزعمون ظلما وبهتانا تتبع إلى تنظيم القاعدة. فهذه سياسة العسكر في تعليق فشلهم في إدارة دولتهم على حساب دماء أهلنا في مدينة درنا. وبخصوص هذه الضربات أود أن أصرح من خلال قناتكم أو أن أمشي ما تداوله بعض ووسائل الإعلام المصرية أن مجلس شورى مجاهدي درنا هو المسؤول عن تلك العمليات التي حدثت في المينيا في جمهورية مصر، ونحن بدورنا كما يعلم أهلنا في ليبيا أننا قضيتنا مع مجرم الحرب حفتر هو الذي يحاصر درنا وهو الذي يقصف درنا وهو الذي يريد أن يدخل عسكرته الفاشلة إلى مدينة درنا. ننفي نفيا قاطعا أن تكون لنا أي علاقة أو صلة بهذه الهجمات التي استهدفت مصر، وهذا إن دل إنما يدل على فشل أولئك العسكر في إدارة هذه الدول. طيب نعم شيخ سعد، لو تحدثنا عن الإصابات إن كان هناك إصابات جراء هذا القصف. سيدي الفاضل، نحمد الله جل وعلا لم يكن هناك قتل في هذه الغارات الغاشمة الظالمة، ولكن هذا الطيران كان بصورة مكثفة وكانت تقريبا 6 ضربات جوية استهدفت منطقة الفتايح واستهدفت مدخل درنا الغربي واستهدفت وسط المدينة. كانت ضربات استهدفت كامل المدينة درنا وأرهبت المواطنين في قدوم شهر رمضان المبارك ووضعت الناس في حالة إرباك شديد. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا وأهلنا الأبرياء في مدينة درنا من شر هذه الطائرات ومن آلة العسكر. نعم. التي دمرت هذه الدول. نعم السيد سعد هابيل القيادي بمجلس شورى مجاهدي درنا، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكل مواطنينا في مدينة درنا السلامة والعافية. قال عدد من عناصر ما يعرف بعملية الكرامة المنتمين لقبيلة العواجير في بنغازي أنهم لن يمرروا حادثتي تهريب تنظيم الدولة من مدينتي بنغازي ودرنا دون كشف الحقائق، مضيفين أنهم لن يرضوا أن يمثلهم من يستغل مجهوداتهم في مصالحه الشخصية، في إشارة منهم لمجرم الحرب حفتر. في مدينة بنغازي نحن أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة الذين خاضوا المعارك وقدموا قوافل الشهداء الأبرار في معركة الكرامة والعزة ضد الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فسادا. نعلن إننا لن نقبل بتمرير حادثتي تهريب الدواعش من بنغازي ودرنا دون كشف التحقيقات للناس، مما أدى إلى زعزعة الوضع الأمني وعودة التفجيرات والاغتيالات. كما أننا لم ولن نندم على كل التضحيات التي قدمناها، وفي ذات الوقت لن نقبل من أي طرف كان أن يدوس عليها من أجل أطماع شخصية تضيع حقوق الوطن والمواطنين. وإننا كقادة محاور للقتال
نعلن عدم اعترافنا بأي طرف يتحدث باسمنا، وأننا نفتح أيدينا لأبناء الوطن للمصالحة الوطنية، ونؤكد للجميع استمرارنا في معركة الشرف والعزة ضد الإرهاب. أفادت مصادر مطلعة بمدينة بن وليد بمقتل 4 أفراد من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة وفرار 2 منهم بمحيط المدينة بعد اشتباكات دارت بينهم وبين قوات أمنية تابعة لبن وليد. بحسب المصادر فقد وردت عدة معلومات للقوات الأمنية المتمركزة بالمحور الجنوبي للمدينة الجمعة أفادت بوجود سيارة مشبوهة بمنطقة بير شميخ لتتضح أنها تابعة لعناصر من التنظيم الفارين من مدينة سرت والمتمركزين بالأودية القريبة من بن وليد. هذا وهابت القوات الأمنية بالمدينة لرفع حالة التأهب والاستنفار لكافة الجهات الأمنية بالمدينة. مشاهدينا، هذه النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل. كاميرا التناصح ترصد أوضاع المواطنين بمدينة مسلاتة قبيل حلول شهر رمضان. واليوم يتصدون لرفيق القذافي الذي ظن أن الانقلاب على فبراير سهل جدا. هؤلاء الشباب والروح أن الانقلاب على فبراير تكلفته باهظة وباهظة جدا. مجروح بهم يشتاق سقياهم، أتى والشوق يدفعه يقطر من مراياهم، ودرب شباب في مقتبل العمر أثبتوا أنهم رجال هضوما عويلة البلاد اللي مرغوا أنف القذافي وأنف الصنديد في التراب. أهلا بكم مشاهدينا للجزء الثاني من هذه النشرة. أوضحت مجلة The Economist البريطانية أن الخطر الناجم عن ما يسمى تنظيم الدولة في ليبيا لا يزال موجودا، حيث بلغ عددهم قرابة 500 عنصر. بحسب المجلة فإن مجموعات ما يسمى تنظيم الدولة الفارين من مدينة سرت يقومون بتجميع قواتهم بالوديان الصحراوية والتلال الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس. يشار إلى أن المتحدث باسم عملية البنيان المرصوص محمد الغصري أفاد باحتمالية وجود عناصر تابعين للتنظيم فارين من سرت يتجمعون بعدة مناطق ليبية. كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن فريقا من الحلف سيكون مع السلطات الليبية في غضون الأسابيع المقبلة لمناقشة كيفية مساعدة ليبيا في بناء المؤسسة الأمنية. ستولتنبرغ خلال حديث له مع السراج على هامش قمة الحلف في بروكسل أوضح أن المؤسسات المستهدفة هي وزارة الدفاع
ورئاسة الأركان العامة وجهاز المخابرات بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية. قالت صحيفة العرب الجديد أن مصر تستعد لجمع مجرم الحرب حفتر والرئيس السياسي المقترح فايز السراج في العاصمة القاهرة بحضور عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي أوضحت أن اللقاء المزمع عقده في يونيو القادم يأتي بعد الخلافات الحاصلة بين السراج وحفتر بشأن معارك الجنوب الليبي. أشارت الصحيفة إلى أن فريقا أمريكيا رفيع المستوى يضم دبلوماسيين وأمنيين سيزور القاهرة مطلع الشهر المقبل لبحث الأزمة الليبية والسيطرة على الأوضاع وسرعة التوصل إلى اتفاق نهائي. أرجعت شركة المياه والصرف الصحي سبب انقطاع المياه عن عدة مناطق في طرابلس إلى عطل كهربائي في منظومة حقول الآبار المنتجة. من جهتها قالت إن عملية الإصلاح للأعطال الناجمة عن الانقطاع في التيار الكهربائي تأخذ بعض الوقت لإعادة الإصلاح وضخ المياه من جديد. يشار إلى أن الانقطاع المتكرر للكهرباء عن حقول الإنتاج أربك عمليات إخراج المياه ونقلها عبر الخطوط الرئيسية. أقيم صباح الخميس بالمسرح الوطني زليتن احتفال لتكريم خريجي الدفعة الخامسة من دورة التقوية ورفع الكفاءة لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم تحت إشراف الرابطة الليبية لحملة القرآن الكريم بالتعاون مع الشؤون القرآنية بالهيئة العامة للأوقاف. الاحتفالية شهدت حضور كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي ونائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومدير عام إدارة الشؤون القرآنية والسنة النبوية وعميد كلية الدعوة الإسلامية ورئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية. هذا وتم خلال الحفل تكريم خريجات الدفعة الأولى من دورة تعليم قراءة المصحف بلغة برايل للمكفوفين، كما تم ذكر أسماء الفائزات البالغ عددهن ما يقارب 30 خريجة. يعاني المواطنون في مدينة مسلاتة كغيرهم من المدن أزمات متفاقمة منذ شهور تتصدرها أزمة ارتفاع الأسعار في ظل نقص السيولة المالية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية انعكست سلبا على الحياة المعيشية. كاميرا التناصح تجولت داخل أسواق مدينة مسلاتة ورصدت لكم الأجواء من هناك. اقترب رمضان والحال في تأزم ما زال. هذا هو لسان حال المواطن في مدينة مسلاتة، حيث الوضع الاقتصادي للأهالي قد يوصف بالمأساوي تخفيفا، إلا أن الظروف المعيشية أشد مأساة وقسوة على كل المواطنين، ولكن الأكثر تضررا هم أصحاب الدخل المحدود من أرباب الأسر. والله يا أخوي الحقيقة لا معاناة، معاناة بالنسبة للأسعار، أسعار خيالية. يعني رب الأسرة يعاني من جميع النواحي، في اللي عنده أطفال، في اللي بشمالات، في اللي بحليب، في اللي كذا. معناها يا بال واحد طول اليوم ويفكر في الأسعار. معاناة المواطنين مستمرة باستمرار أزمة نقص السيولة وارتفاع الأسعار التي بلغت ذروتها مع قرب حلول شهر رمضان، مما يربك حسابات المواطن ويجعله ينتظر بفارغ الصبر تدخل الجهات المعنية المتعددة بتعدد الحكومات في البلاد لحل هذه الأزمة التي طال مداها. نقص السيولة بالذات بيسبب مشكلة، يا بال ارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار أضعاف مضاعفة، وخاصة المواد الغذائية. حاجة المواطن اليومية مش قادر أن رب الأسرة يوفرها نتيجة لغلاء الأسعار ونتيجة لنقص السيولة. يعني مثلا المصارف اللي عنده في واحد مصارف، يعني بعد اسبوعين او ثلاثه يقولوا له فيه يعني 300 دينار مثلا، بيعطوا له 300 دينار شنو بيكفي العائله يعني. دعم السلع وتوفير السيوله وتفعيل الجمعيات الاستهلاكيه هي وعود ضجر المواطن من سماعها ومل انتظارها، وهي مؤشر على عجز المسؤولين عن ايجاد حلول لانقاذ المواطن
من ويلات الأسعار وحالة الفقر المفروضة على الشعب في الوقت الذي كان الأجدر به أن ينعم بثرواته ويكون من أغنى شعوب المنطقة. ختام هذه النشرة مشاهدينا تذكير بأبرز ما ورد فيها. دار الإفتاء الليبية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك. اقتحام مؤسسة الإصلاح والتأهيل من قبل مجموعات مسلحة وأعضاء لما يعرف بالأعلى للدولة يحملون الرئاسي المقترح مسؤولية ما يحدث في طرابلس. 5 غارات جوية تستهدف مناطق متفرقة في درنا، والسيسي يؤكد أن طائرات تابعة لها هي من نفذت الهجوم. وتابعتم معنا أيضا كاميرا التناصح ترصد أوضاع المواطنين بمدينة مسلاتة قبيل حلول شهر رمضان. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونسأل الله أن يكون فرجا لكل كرب هذا البلد الكريم وأهله. تصبحون على خير.